ما هو الفرق بين اليمين المكفرة وغير المكفرة؟ اليمين المكفرة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. نعم. يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإذا صدرت اليمين من غير قصد فهذه لغو لا تنعقد. نعم. الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي اليمين التي تجري على لسانه من غير قصد. وكذلك إذا عقدها وقصدها على أمر ماض وهو كاذب في ذلك، إذا حلف على أمر ماض وهو كاذب في ذلك، فهذه يمين الغموس يأثم عليها، وهي من كبائر الذنوب وليس فيها كفارة، ولكن فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتوب ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا. حتى لو لم يكن يعلم أنه كاذب؟ لا، إذا لم يعلم أنه كاذب فهذه من لغو اليمين. نعم. أيضا لأنه إذا حلف على أمر يظنه صادقا فيه وبان على خلاف ظنه، على خلاف غلبة ظنه، فهذه لا حرج فيها ولا إثم فيها، وهذه تعتبر من لغو اليمين أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا.